استجابة لما عرضته قناة التغيير عن معاناة سكان العشوائيات وسط بعقوبة، إدارة المحافظة تشكل لجنة برئاسة قائم مقام بعقوبة الذي أكد الوقوف مع سكان هذه المناطق ومنع ابتزازهم أو تهديدهم من قبل أشخاص غير معروفين. استجابة للتقرير الذي عرضته قناتكم اليوم، نحن مع المواطنين مع أهلنا في منطقة التحرير ضمن العشوائيات الموجودة في الحولي. هناك بعض الأشخاص الذين يدعون عادية هذه الأرض لهم، اليوم نحن مع هؤلاء الفقراء، مساعدتهم واجبة. بلدية بعقوبة سبق وان فاتحتنا، لكن تم التريث بناء على توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونحن مع السيد المحافظ مع هؤلاء المواطنين تريث في إزالة هذه التجاوزات. من جانبهم أكد سكان العشوائيات بأن لقناة التغيير الدور الرئيسي في لفت أنظار الحكومة المحلية لمناشداتهم الأولى من خلالها وتخليصهم من تهديد المتنفذين والمتسلطين، وكانت الاستجابة بفترة قياسية عكس المناشدات الكثيرة المكررة في الفترات السابقة. احنا نشكر قناة التغيير السباقة بالحدث، ونشكرهم وصلوا صوتنا وجانا اليوم قائم مقام على مشكلة التجاوز. احنا متجاوزين هنا ولا عندنا رواتب، ناس فقراء وبسطاء وقاعدين هنا، وعلى الله وعلى هالدولة هاي. نستنجد بالدولة، احنا فقراء، هاي الناس اللي عنده مسلحين، الناس اللي عنده نفوذ، الناس اللي متستوقوا بحيلة، احنا والله ناس فقراء. ما عندنا غير بس الله ثم الدولة. إذا الدولة حمتنا والنعمة، وإذا ما حمتنا لا والله احنا نستقتل على القعمات. التهديد والوعيد الذي يلاحقهم يوميا بالرحيل من قبل المتنفذين منعهم من الحصول على أبسط مقومات الحياة في ظل ظروف معيشية صعبة وضنك العيش والفقر وإهمال حكومي لمناشداتهم السابقة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائية.